السعودي عبد الله الحمدان لفت الأنظار خلال مباراة السعودية والبحرين بعدما أحرز هدف بلاده الأول. نتابع ما فعله الحمدان. وحدة إن شاء الله خليجية كما هي دورة الخليج اللي تجمعهم جميعا. خطير المنتخب السعودي ويشوت عبد الله الحمدان. عبد الله الحمدان يسجل. عبد الله الحمدان يسجل أول الأهداف للمنتخب السعودي. نعم عبد الله الحمدان في الدقيقة 29. الدقيقة بشي ماله قوية قوية وفرحة سعودية أيضا. من حقه يفرح من حقه يفرح. شوف 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 الحمدان لما جرى التسليم ولف وخط صح. يا ولد يا ولد يا ولد على الثقة بالنفس وعلى غوصة 18 على طول.